ملكي بخطى ثابتة، لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل منذ بداية الليغا، وبقي على زيدان فقط أن يضيف إسبانيول لقائمة سوسيداد وسيلتا وأوساسونا ليحقق أفضل انطلاقة في الدوري، مكررا ما فعله غوارديولا مع برشلونة في يوم من الأيام. لكن ذلك الطموح اصطدم بفريق كتالوني لم يفز بعد ولا بأي مباراة بالدوري هذا الموسم. نتائج أحرجت المدرب كيكي سانشيز، أما زيزو فزادت متاعبه بانضمام كاسيميرو لكريستيانو وبيل ونافاس. في شوط أول أطلقت فيه صافرة الحكم هيرنانديز كثيرا، فيما كان البرازيلي بابتيستاو يهدد فقط مرمى كاسيا الحارس السابق لإسبانيول. في الجهة المقابلة أخذ خامس رودريغيز كل الوقت ليتجاوز الأول فالثاني ليرسل كرة زاحفة عجز زميل الأمس دييغو لوبيز عن صدها أو حتى لمسها قبل التوجه للاستراحة. بعد نحو ربع ساعة من انطلاقة الثاني استفز إحماء موراتا بنزيما، فكاد القناص الفرنسي أن يضاعف بمقصية لكن يد لوبيز حرمته من ذلك. عاد كريم مرة أخرى ولسان حاله يقول لمواطنه ومدربه: أمهلني مزيدا من الوقت وسترى ما سأفعله. بنزيما كان في الموعد عند الدقيقة 71 ليسجل ثاني أهداف فريقه الذي واصل هيمنته على إسبانيول بعد 18 مباراة، والهدف القادم إغراق الغواصة الصفراء في البرنابيو. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة من البداية إلى النهاية بتركيز كامل وبرغبة الفوز، وذلك ما حسم اللقاء. فعندما يكون الفريق مركزا فذلك هو السبيل الأمثل لحصد النقاط. واجهنا فريقا قويا لكننا كسبنا أغلب الصراعات على الكرة رغم أننا خضنا مباريات أكثر. سعيد جدا بأننا فزنا وكذلك لأنني أحرزت هدفا في اللقاء، وذلك أمر جيد دائما، ولابد من الحفاظ على هذا المنسق. قيل الكثير عن وضعي لكني دائما ما كنت هادئا وأتدرب بجد، وأوضحت دوما رغبتي في البقاء هنا.